استنى ولعوا ولعوا الميدان واللي راح خايم ومن بغى النوم ما هو بيتوانى. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا طلب السداد والتوفيق ونجاح هذا الشوط يا رب العالمين. انطلاقة جديدة ضمن انطلاقات هذا المهرجان، هذا المهرجان الكبير والأضخم الذي يحمل لنا الاسم الغالي لدى الجميع، اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه، وتحديدا هنا في الجنادرية من درة ميادين السباق نحييكم في ثاني الأيام لسن الحقايق، ومسافة 4 كيلومترات ستلتقي بها الشعارات وانطلقت بها الشعارات وزينت لنا أرضية درة الميادين لننطلق لنتابع الدرة المنطلقة مع المركز الأول المتقدم الآن مع انطلاقة الشوط السادس للقعدان الحقايق. أتابع المقدمة زيزوم المتقدم بالشعار حسيب محسن بن نادر آل عامر، يقدم لنا زيزوم مع القمة يتقدم مع الصدارة يندفع الدور والنقل للمركز الثاني. لأتابع المتقدم الذيب أحمد بن ترحيب بن عبيد الشريف، يقدم لنا الذيب المركز الثالث. وتابع سراب وعبد الله بن علي بن حمد الشراب المتقدم الآن المركز الرابع، من بدأ يتسلل الآن شعار راشد بن سعيد بن علي بن سعيد المزروعي، يقدم الشباب يغير إلى الصدارة. المركز الخامس وتابع القدوم من سعد بن عبد الله بن محارب الشمر، يقدم لنا سنار. المركز السادس أتابع الفارع هلال بن عمير بن علي بن مران المنصوري مع سادس التحديات. المركز السابع أتابع القدوم من محمد بن مهدي بن مسفر العامري العجمي، يقدم البارز أبرز يا البارز على انطلاقته مع التحدي السابع. المركز الثامن أتابع القدوم من محمد
بن مبارك بن عبد الله الودعاني الدوسري يقدم لنا ضارية مع المركز السابع المركز الثامن. علي بن عجيان بن بريك الغفران يقدم الفارس مع المركز السابع في هذه اللحظات من الثامن. تاسعا ومن غير الآن عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة مع طماع المركز التاسع. أرد دخول من زيزوم سعد بن محمد بن حمد الصافي المري الشعار السريع يتقدم المركز العاشر. واختتم النداء مع انطلاقة وحضور شعار محمد بن بخيت بن هديب المري مع الجاهلي. العودة متابعينا الأعزاء بعد الإعلان عن العشر المراكز عن العشر المنطلقين على أرض ميدان الجنادرية. نعود إلى القمة ومن يتقدمها إلى القمة وشعار بن محارب يتقدم. بن محارب يقدم لنا سنار 1200 يا باغي الفوز. الله على الأداء الجميل، الله على الحضور الأجمل. يتقدم هلال بن عمير مع الفارع الفارع الفارع. من بدأ الآن مع الكيلومتر الأخير، جولة الأوامر، جولة التحديات، جولتنا الأخيرة نحو منصة الملوك، نحو المنصة الرئيسية، نحو خط النماس، نحو خط الفرح والسرور. ولكن بن عمير مع الصدارة هلال بن مران المنصوري، أشقاؤنا أحباؤنا في دولة الإمارات الشقيقة يتقدمون مع الفارع البطل الفازع مع المقدمة مع القمة. المنصوري المنصوري انتصر حتى هذه اللحظات. 500 أخيرة أخيرة أخيرة. من القادم؟ وصل أحمد بن سليمان بن إبراهيم البيض البلوية يقدم لنا فرق القادم. ولكن العودة إلى المنصورية إلى المنصورية. الفارع الفارع. أبناء المملكة قادمين، أبناء الدار، أبناء السعودية. يا سلام، الله الله. أبناء الإمارات وأبناء المملكة. أحمد بن سليمان البيض البلوية، ولكن المنصورية سوريا فركة. والفارع الفارع. أبناء الدار أبناء الإمارات، أبناء الدار أبناء الإمارات. إلى وين؟ إلى دولة الإمارات مع المنصورية. قدم الأداء الكبير الفارع هلال بن عمير بن علي بن مران المنصوري مركز الثالث. أم الثاني قدم الأداء الكبير فرق أحمد بن سليمان البيض البلوي، قدم لنا انطلاقة فرق المركز الثالث. شعار علي بن عبد الله بن علي الفهيد المري مع منهي مع المركز الثالث المركز الرابع. وصل شعار في هذه اللحظات. تايب بن عودة بن خالد الظرفي الشمري مع خطاب المركز الخامس. وصل شعار عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة مع سراب. إذن تهانينا للأشقاء للأحباء وحصولهم على هذه النقطة الجميلة، النقطة التي لها طابع خاص طبعا في مهرجان خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن. وبالنسخة الأولى ستسجل تاريخيا يا مالك الفارع هلال بن عمير بن علي بن مران المنصوري. 6 دقائق 4 ثواني وفي هذه اللحظات 80 جزءاً من الثاني المركز الثاني. أحمد بن سليمان بن إبراهيم الربيض البلوي مع فرق 6 دقائق 4 ثواني 96 جزء من الثانية. المركز الثالث مرفوق أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي قدم لنا مرفوق. المركز الرابع وصل شعار أم توقيت مرفوق 6 دقائق 6 ثواني 78 جزء من الثانية. مع المركز الثالث رابعا ثايب بن عودة بن خالد الظروف الشمري مع خطاط. خامسا عبد الله بن علي بن حمد بن جابر العذبة مع سراب. هكذا متابعينا الأعزاء.